الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الأوروبي، خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باساو. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر. من جانبها أشادت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جوا سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعد البعد البيئي ركنا رئيسيا في تلك الخطة. وخلال مشاركته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أكد الرئيس السيسي أن جهود التكيف مع آثار التغير المناخي تعاني نقص التمويل، مشيرا إلى أن العالم يحتاج لرؤية شاملة لمساعدة الدول الإفريقية لتغير المناخ. كما أكد الرئيس السيسي أن الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت إلى 40% من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا أن موسكو طلبت عقد اجتماع للمجلس اليوم الخميس بشأن مسألة إمداد الغرب لكييف بالأسلحة. وقال نيبينيزيا أن الاقتراح الروسي جاء لبحث التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين الناجم عن إمداد الدول الأجنبية بالأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استعادت بلدات عدة من القوات الروسية في منطقة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا. وفي رسالته المصورة قال زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تحقق العديد من النجاحات على أرض الواقع، وعاد العلم الأوكراني يرفرف فوق العديد من المدن التي تمت إعادة السيطرة عليها. عرضت كوريا الجنوبية إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لمناقشة لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، في أول مبادرة مباشرة للرئيس يون سون كيول منذ توليه المنصب في مايو الماضي. وخلال مؤتمر صحفي أكد وزير الوحدة بكوريا الجنوبية كوين يونج سي أن سول ستضع في الاعتبار رغبات بيونج يانج عند تحديد موعد ومكان وجدول أعمال وشكل المحادثات، معربا عن أمله أن يلتقي المسؤولون من الجانبين بشكل مباشر وذلك في أقرب وقت ممكن لإجراء المناقشات الصريحة حول المسألة الإنسانية بما في ذلك قضية العائلات المشتتة. أعلنت السلطات المكسيكية أن الإعصار كاي أصبح إعصارا من الفئة الثانية بعد ارتفاع حدته لتصاحبه رياح سرعتها القصوى 165 كم في الساعة. وذكر المركز الوطني للأعاصير في المكسيك أن الإعصار تشكل فوق المحيط الهادي على بعد 340 كم تقريبا جنوب غرب شبه جزيرة باها كاليفورنيا. ويأتي ذلك فيما أعلنت 3 شركات طيران مكسيكية إلغاء الرحلات الداخلية إلى منطقة لوس كابوس بسبب إعصار كاي. فاز فريق بايرن ميونخ على انتر ميلان بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وبالنتيجة ذاتها
فاز فريق توتنهام الإنجليزي على نظيره مارسيليا الفرنسي، كما حقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، فيما حقق نابولي مفاجأة فوز كبيرة على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز فريق برشلونة الإسباني على فيكتوريا بيلزن بخمسة أهداف مقابل هدف. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.